هلا حنروح لفقره نحكي عليها على فن النحت. هذا الفن اللي عمره خلينا نقول مئات الاف السنين، اليوم ما في توثيق بيوثق تاريخ نشاه هذا الفن، ولكن هو فن موجود من الاف السنين لليوم وخضع كثير للتطورات. واليوم النحات الدمشقي رغم كل هي التطور بقت البصمه الدمشقيه موجوده، وكل بيت اليوم دمشقي خلينا نقول بيوت الشوام القديمه ندخل عليها فورا بنلاحظ انه في قطعه نحت بايادي حرفي دمشقي. اليوم من خلال ضيفنا رح نتعرف على هي المهنه الجميله، كيف اليوم عم يشتغلوا عليها، شو هي أهم الصعوبات، وكيف موضوع التسويق عم يتعاملوا معه. وأيضا رح نروح لهيك نشتغل شغلة ظريفة على الهواء كانت موجودة ببيت الجدة من زمان، واليوم نحن فقدناها وصارت هي رمز من رموز البيوت الدمشقية. ضيفنا لليوم هو السيد عاطف الأحمر وحضرته نحات دمشقي. صباح الخير أستاذ عاطف. أهلين، صباح النور. الله، أهلا وسهلا بحضرتك. الله، اليوم هيك جايب لنا شغلات حلوة وجايب لنا جاروشة، هي اسمها تمام جاروشة رحى. قديش اليوم فقدناها بهي البيوت، يعني ما بقى حدا اشتغل فيها ولكن ساتا رمز هي. أكيد هي يعني رمز للبيوت الدمشقية، مثلها مثل جرن الكبة، مثل يعني بقية المكونات للبيت الدمشقي. بس سبحان الله دائما يعني أجدادنا بيقولوا اللي بيتعامل مع الأمور الطبيعية رح تكون نكهة الأكل تبعه مختلفة. هلأ اليوم نطبخ مجدرة، اليوم جايب لنا عدس. أهلا وسهلا أستاذ عاطف. بداية خلينا نحكي عن هذا الفن الجميل، شو بتعرف عنه، نشأته، كونه نحن اليوم ما في شيء توثيق اليوم يوثق لنا من أيما تبلش. خلينا نضوي عن النحت الدمشقي. هلا بعتقد النحت الدمشقي بلش من بدايه العصر الاسلامي، يعني من حوالي 1000 سنه تقريبا، من لما بلشت يعني انشاء القصور العربيه بلش الاحتراف بالنحت الدمشقي. قد ايه لك عم تشتغل بهي الحرفه حضرتك؟ شيء 25 سنه. متوارثه عن حدا او كانت شغف؟ لا، والدي كان يشتغل بهي المهنه بس انا حاولت اني يعني تعديت كمان، تطورت اكثر عن والدك. إيه؟ يمكن تمام. اليوم هذا الزمن عم يصير في تحديثات كثير كبيره وتطورات، ان كان على خلينا نقول الادوات او على الاشكال، ولكن انتم بقيتوا محافظين على البصمه الشاميه. اكيد نحن هلا حتى نحن نواكب الزمن، يعني اي قطعه انا بدي انحتها دائما الزبون مستعجل عليها، صاحب القطعه مستعجل عليها، فلذلك نحن بنستخدم الادوات الحديثه. آخر شيء بعد ما ننهي العمل بالأدوات الحديثة لازم نعطيها بصمة دمشقية قديمة. طيب اليوم خلينا نروح لأنواع النحت ونستعرض مع حضرتك هدول القطع الجميلة اللي تقيل. هاد تقيل، خليني أرفع هذاك تقيل. شو أنواع النحت اليوم أستاذ عاطف؟ هلا هذا بيمثل يعني مجسم مصغر لجرن الكبة القديم. تمام. هلا هو دائما هذا الجرن منحوت بادوات حديثه، بس اخر شيء انا عملت له هيك شويه لمسات قديمه. هلا نحن اليوم جايب لنا عاطف جرن كبه كبير وجرن كبه صغير، بس هذاك ثقيل ما قدرت شيله. طيب هدول المواد اليوم او هي التشكيله الجميله لحتى تصير بحاجه لمواد اوليه، خلينا نحكي اليوم عن كيف تحصلوا على المواد الاوليه، واليوم نحن عم نحكي عن الحجر الطبيعي. طبيعي، كله حجر طبيعي، بالنسبه لدمشق القديمه كله بنستخدم حجر طبيعي. يعني ما في عندنا شيء اسمه جبس، انا بالنسبه لمهندي في مهن ثانيه بتستعمل الجبس. فالحجر الطبيعي نحن بنشتريه من الاسواق، غالبا هو الحجر الصخر من المناطق الجبليه، بيجي لمعامل الرخام، معامل الرخام بتفصله على القياسات اللي نحن بدنا اياها حتى نحن نشكل منه المجسم المطلوب. طيب خلينا قبل ما نروح لنحكي عن المعدات المستخدمه نرجع شوي للجاروشه، نحن عبيناها شويه عدس رح نرجع نعبيها لانه ماهر نزلهم كثير. كانت ايام زمان قد ايه اليوم المراه السوريه كانت تتعذب ان كان بجرن الكبه، كانت عقوبه جرن الكبه او هي الجاروشه، فانا ما بعرف كثير استخدمها بس راح احاول. هلا انا اشتغلت فيها على اليه تكون سلسه وخفيفه يعني. لا هي سهله على فكره، انا ما توقعت انه تكون تمام. بس يا ما بدنا نتخجل بس يطلع شيء يعني مشان طبخه اليوم. بدها وقت كثير، بدها لا حركة أسرع ليصير في تحت منها شوية عدس. لا هي مانا ثابتة، ها بلشنا نطلع تمام شايفين؟
مثل ما عم نشوف اليوم، يعني هلا هيك نحن شو صار، شو العمليه اللي صارت جرشي؟ طالعنا العدس كان حب صحيح، سويناه عدس مجروش، صار قطعتين. قطعتين ايه. وقديش بدها وقت؟ هي حبيت الفكره، خليكم معي. تاخذ وقت كثير كبير معناتها؟ حسب الكميه المطلوبه، يعني ما انا كثير بدها وقت كثير. حبيت، هلا بعد الهواء بنجربه. هذا جاروشي، نحن بنقول جاروشي، هذا جن الكب اللي كنا. هدول القطعتين كانوا استاذ عاطف عقوبه للمراه الدمشقيه، يعني كان حتى اليوم وقت اللي نزلت ماكينه الكبه في ناس بتقول لك لا انا بدي اياها بالمدق الكبه. مختلف النكهه اكيد، يعني والله حتى بالحد الادنى هي نكهه التاريخ او نكهه الزمن الجميل. طيب خلينا نروح للمعدات اللي بتستخدموها اليوم بفن النحت، ان كان بالجاروشه، ان كان بمدق الكبه، ان كان خلينا نقول القطع الكبيره اللي بنشوفها المنحوتات. احيانا انتم بتنزلوا على الشارع بتعملوا منحوته كبيره. تمام، خلينا نحكي عن المعدات المستخدمه، بس انا حبيت القصه خليني كفي. هلا بعد ما نحن نحصل على الحجر بالشكل المجسم المكعب اللي نحن القياس اللي بدنا اياه، اكيد راح استخدم اول شيء الجلخ، او خلينا نحكي بالعاميه نحن بنسميه بالعاميه الصاروخ. صاروخ الجلخ معروف. تمام، في له حتى هو قياسين، في له القياس الكبير بنشفي فيه الحجر يعني بقدر المستطاع، بعدين لما بدنا نعطي ادق التفاصيل بنستخدم الصاروخ الاصغر منه. نرجع بعد منه الفليكسبل او زويزه بالعاميه بنسميها. اخر شيء نحن حتى نعطيها النكهه القديمه، النكهه الاثريه، بنستخدم المطرقه والازميل الدمشقيه. البصمه الدمشقيه هي من خلال الازميل والمطرقه. المطرقه والازميل، في عندنا عده يعني اليات بنستخدمها بالنكهه الدمشقيه، اللي هي مثلا بوشاردة، في عندنا اليه يدويه، كلها يدويه ما بده كهرباء، في عندنا شاحوطه، في عندنا ازميل سن، في عندنا ازميل عاديه يعني. طيب استاذ عاطف، اليوم خلينا نحكي عن الواقع التسويقي. اليوم في تعب كثير كبير من حضرتكم، في جهد واضح، ساعات عمل طويله، اليوم كيف عم تسوقوا لهذا العمل؟ هلا بالنسبه للتسويق، يعني من خلال محلك، على الانترنت؟ هلا ممكن احنا يعني صفحه على الانترنت بننشر فيها احنا يعني اعمالنا. الموضوع هو بشكل عام بده يعني تعارف للمهندسين اللي بيتعاملوا بترميم البيوت الدمشقيه. بس هلا بسبب الوضع اللي نحن فيه صرنا نستعمل يعني تحولنا بالمنحوتات للامور للتحف، التحف الناعمه مثل ما انك شايفه، يعني جرن صغير، مزهريه، مجسم لبرج ساحه المرجه، مجسم بسيط طبعا مختصر. إيه سبحان الله، يعني هيك عم نمشي بامور التسويق. ان شاء الله اليوم هيك بتنفتح هي الاسواق و ان شاء الله نرجع نشوف هي التحف الجميله بالنحت الدمشقي موجوده على المستوى الخارجي. اليوم خلينا نقول من حضرتك لك 30 سنه 25 سنه بالمهنه، اليوم تقريباً حضرتك يعني صرت مثل ما بيقولوا معلم، يعني اليوم قادر تعلم هي المهنه لاشخاص ثاني، اليوم عم تعلم عندك عندك ورشه للتعليم؟ تمام، هلا في عندي ورشه انا، بس دائما التعليم وكثافه التعليم يعني بترتبط بكثافه العمل. يعني لما انا بيكون في عندي كثافه عمل بيكون في عندي يعني طلاب للتعليم، بيكون في عندي شغيله بيحبوا يتعلموا هالمهنه. اهم شيء هي بالنسبه للي بده يتعلم المهنه انه يكون رغبانه، اذا ما في له رغبه إلى صعب جدا يتعلمها. طيب يكون بيعشق المهنه اكيد. اليوم اي مهنه استاذ عاطف، اليوم زماننا بعمل محبه، فهون مشكله كثير كبيره لحتى ما بيبدع فيها، ما بتنجح. اليوم 25 سنه حضرتك من العطاء والمحبه، اليوم قادر بجوز ما فيك وقت تتركها خلص، يعني صارت مثل ما بيقولوا عم تمشي القصه بدمي. تمشي بدمي انا، يعني هي المهنه بعشقها رغم الزمن اللي مر، بس بعشقها. طيب خلينا نروح هيك ببعض، شو اكثر شيء صعوبات ممكن تلاقوها بهي المهنه بتتمنوا اليوم انه تنحل هي القصص ليكون وضع ان كانت النحت الدمشقي او التسويق بشكل افضل؟ هلا بالنسبه بشكل عام النحت، يعني اكثر الصعوبات يعني بتيجي قدامنا اللي هي غلاء المواد الاوليه، غلاء الحجر، هذا الشيء راح يرفع التكاليف. لما بترتفع التكاليف المستهلك بصير بيحاول انه يعني بيبطل يشتغل فيها.
ولكن اليوم بتحاولوا يعني انكم صح في غلاء بالمواد الاوليه، بس كرمال اليوم القطعه تنباع بتحاولوا انكم هيك تناسبوا ما بين الدخل وما بين هذا المجهود كله على حساب تعبنا، يعني حساب تعب انا بتنازل عن قسم من تعبي كرمال اني ضلني عم بشتغل. اليوم مشاريع جديده استاذ عاطف، عندك شيء عم تحضر شيء؟ معارض، بازارات، مشاركات؟ تمام. هلا وزاره السياحه مشكوره قدمت لنا بحاضنه دمر المركزيه، قدمت لنا محلات يعني نعرض فيها اعمالنا. اليوم قدمهم تواجدكم بهذا المعارض يعني من خلال كليه الاداب او المعارض الباقيه يعني؟ هلا اهميه موضوع المعارض هي يعني ايصال الافكار الجديده، ايصال كل الاعمال لكافة شرائح المجتمع. نحن بدورنا هيك إن شاء الله بيوصل صوتك اليوم من خلال صباحنا غير، وبتتحسن الظروف على جميع المستويات الله. ومنشوف اليوم شيوخ الكار والمعلمين النحت الدمشقي هيك عم يسوقوا بشكل جميل بليق بهذا الفن الدمشقي الجميل. إن شاء الله. بدي أتشكر حضورك أستاذ عاطف لليوم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله هيك بلقاءات أخرى. شكرا لكم. شكرا. جبنا جرن كبة كبير مع اللحمات والبرغلات أكيد. أنا رح أكفي جرش هاي مشان الغداء شو يوسف. تمام شوربة. نحن شكرا لك استاذ عاطف.